بعد الضجة التي أحدثتها لقطات مثيرة للممثلة المغربية فرح الفاسي في فيلم القلب الغارق والذي بثته قناة NBC5 نهاية شهر أكتوبر المنصرم على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت الممثلة أخيرا عن صمتها. وأوردت الفاسي في تعليق لها على إحدى متابعيها على انستغرام جوابا على سؤال ما إذا كانت فعلا قد صورت المشهد بكامله وهي عارية، قائلة: طبعا كنت لابسة كسوة من تحت بحالي لك خرجوا بها بزاف، في إشارة لنا أن الفستان كان يغطي صدرها إلى ما تحت الركبة إلى جانب تلاعب الكاميرا بالمشهد لتزيده. ويأتي رد الفنانة المغربية على هذا السؤال بعدما فضلت عدم الحديث في الموضوع طيلة هذه المدة لتنفي بذلك القيل والقال الذي لحق بها، حيث اعتبر العديد من محبيها ومتابعيها أن الأدوار المثيرة والمشاهد العارية لا تلائم فنانة تعود الجمهور على رؤيتها في أدوارها المحتشمة. وظهرت الفاسي في أحدى لقطات الفيلم عن الممثل المغربي فريد الرغراغي وهي شبه عارية، مما اعتبره متابعوها جرأة غير مألوفة وجرأة كبيرة للفنانة المغربية التي لم يعهد لها هذا النوع من المشاهد، كما انتقدوا الفيلم واعتبروه جريئا من ناحية الحوار والصورة. ومن جهة ثانية اعتبر بعض المعلقين على أن الفاسي كفنانة جسدت مشهدا عاديا ولم تتعرى، خصوصا أن هذا النوع من المشاهد تتلاعب فيه الكاميرا ويعتمد فيه على زوايا مختلفة وخداع بصري لإيصال فكرة المشهد حسب اعتبارهم. وكانت قناة NBC5 الجديدة قد عرضت فيلم القلب الغارق لأول مرة للجمهور المغربي، وذلك تماشيا مع خطة القناة التي تهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام والمسلسلات الوطنية بجودة عالية وبشكل حصري لكسب الجمهور ولمنافسة بعض القنوات المغربية الرائدة في هذا المجال. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.